أهلا وسهلا بكم. بهذا الدرس نريد نعمل الجيسون سيرفر، والجيسون سيرفر هي فيك سيرفر، يعني فيك باك اند. حاليا احنا بناخذ الداتا للتطبيق مالتنا من الداتا فولدر اللي بيها 4 فايلات، مثلا البرودكتس اخذها من البرودكتس اري، ولكن في الحقيقة البيانات ما ناخذها بهذا الشكل، البيانات ناخذها من السيرفر. أنا كتبت بهذا الشكل على مود نعمل التطبيق مالتنا، على مود نعمل الديزاين لليو اي، وبالتطبيق الحقيقي البيانات تجي من السيرفر، فلازم ناخذ البيانات من السيرفر. حاليا احنا ما عندنا سيرفر، فراح نسوي سيرفر وراح ناخذ البيانات، مثلا البرودكتس راح ناخذها من السيرفر، يعني راح نرسل HTTP request من التطبيق مالتنا بالرياكت الى الباك اند. فالباك اند اللي نريد نعملها بهذا المشروع هي مو باك اند حقيقية. اجي على البراوزر، هنا في npm او Node.js package manager، عندنا باكج اسمها JSON server، وهو هنا بالدسكريبشن مالته لاحظ يقول get a full fake REST API. فأول خطوة لازم نسوي تحميل وتنصيب لجيسون سيرفر. كيف نسويها؟ أول خطوة نجي هنا، هنا مكتوب npm install -g json server، يعني شنو هذا؟ هذا يسوي تنصيب لجيسون سيرفر globally في حاسبتك. فنسوي copy ونرجع إلى ال VS Code، أفتح الterminal بهذا الشكل وأسوي paste لل npm install -g json server. إذا أنت قبل مسوي، يعني مسوي تحميل وتنصيب globally لجيسون سيرفر، ما تحتاج هذا ال expression. فأني عندي هذا globally، ما راح أسويها، ولكن إذا ما عندك اضغط على الانتر وسوي تحميل لجيسون سيرفر globally في حاسبتك. فنرجع إلى البراوزر، من سويتها تعال هنا، بعد ما تم تحميل وتنصيب الجيسون سيرفر في حاسبتك سوي كوبي npm install json server، ارجع لل VS Code وهنا واضغط على الانتر. انا اضغط على الانتر على مود يسوي تحميل وتنصيب لجيسون سيرفر بداخل مشروعي، فراح تاخذ ثواني على مود يحمل ويسوي تنصيب لجيسون سيرفر. نرجع للبراوزر، هنا شو يقول لك؟ يقول لك create a db json. اول خطوة كان تنصيب الجيسون سيرفر، والثاني خطوة يقول create file اسمها db.json، يعني الفايل لازم يكون فايل جيسون وليس فايل جافا سكريبت. فاجي على VS Code، هنا بداخل الروت اسوي new file واسميها db.json، والجيسون فايل هي شبيهة جدا لجافا سكريبت اوبجكت، يعني 90% هي جافا سكريبت اوبجكت مع اختلافات جدا بسيطة. هذا الدي بي دوت جيسون راح يكون القاعدة البيانات مالتنا. فأريد يكون عندي البرودكتس هنا، اجي بالسورس داتا، هنا عندي البرودكتس اري، اسوي كوبي لهذا الاري واخذها كلها كوبي، و اجي على db.json اسوي بيست. اول شيء ما تحتاج نكتب الكونست والاكسبورت، وثاني شيء لازم يكون الكي في داخل الدبل كوتيشن بهذا الشكل، يعني تكتب الكي مالتك شنو كسترينج. هذا اختلاف الجيسون فايل مع جافا سكريبت اوبجكت، يعني هذا الاي دي انا لازم اخليها بداخل double quotation، هذا title لازم اخليها بداخل double quotation، واخر property في object ما تحتاج شنو الكاما بهذا الشكل. فانا راح اسويهن كلهن وارجع. طبعا هذا الفايل جيسون مالتنا كامل صارت. لاحظ الفرق بين الجيسون فايل والجافا سكريبت object، في جيسون فايل لازم تكون الكي في double quotation بهذا الشكل، وثاني شيء
آخر property، هذا آخر property من هذا الأوبجكت، لازم ما نخلي علامة الكاما، هذا غلط، فلازم نمسحها. وحتى هنا آخر object بداخل الأري ما نقدر نخلي كاما بهذا الشكل، هذا خطأ، وما نقدر نخلي semicolon. هذا ال db.json الفايل مالتنا، راح ناخذ البيانات بعد من ال db.json، بعد ما راح ناخذها من ال product array. نرجع للبراوزر على مود نشوف كيف نسويها. وثالث خطوة، لازم هذا السكريبت json server dash dash wash db.json، منو ال db.json؟ الفايل اللي هسه سويناه، هذا ال db.json، فلازم نشغل هذا السكريبت على مود الباك ان مالتنا تشتغل. بس انا ما راح اسويها بهذا الشكل، راح ارجع وافتح الباكج.json. بداخل الباكج.json عندنا object، object السكريبت. لاحظ هنا عندنا اول سكريبت انتو تعرفوها start. هذا الستارت شو يسوي؟ من انت تريد التطبيق الرياكت مالتك تشتغل على اللوكال هوست، تكتب بالترمينال npm start. من تكتب npm start راح يسوي run لهذا السكريبت، وراح الابليكيشن مالتك تشتغل على اللوكال هوست. وايضا للسيرفر احنا لازم نكتب سكريبت. تحت هذا الستارت راح اكتب سكريبت، وشنو قايل لي هنا؟ json server dash dash wash db.json. اسوي لها كوبي وارجع واخليها هنا. json server الباكج اللي حملناها، watch يعني شوف ال db.json، ال db.json هذا الفايل اللي سويناها. ونقدر نقول له هنا dash dash port 5000 او 5000، يعني خلي الباك اند مالتي تشتغل على اللوكال هوست 5000، الفرونت اند مالتنا تشتغل على اللوكال هوست 3000، يعني هذا ديفولت برياكت ابلكيشن. احنا نقدر نخليه 5000 او نقدر نخليه 8000، بس ما نقدر نخليه 3000. ليش؟ لان تطبيق الفرونت اند مالتنا الرياكت يشتغل على 3000، فلازم نخليها غير ال 3000. انا راح اخليها 5000 بهذا الشكل. واجي افتح نيو تيرمينال. هذا التيرمينال لاحظ هذا تشتغل للفرونت اند، هذا على اللوكال هوست 3000 تشتغل الفرونت اند مالتي. هنا لاحظ عندي الفرونت اند. وللباك اند افتح نيو تيرمينال هنا واكتب npm run json server. كتبنا السكريبت هنا، لاحظ هذا json server، نقول npm، هذا npm run json server. ومن يصير run لهذا json server راح يعني يسوي تفعيل لهذا السكريبت، وهذا السكريبت راح يسوي ران للسيرفر مالتنا اللي هي db.json، يعني البيانات مالتنا بداخل db.json. اضغط على الانتر، راح تاخذ ثواني على مود تشتغل الباك اند مالتي. لاحظ الباك اند مالتي تشتغل على اللوكال هوست 5000. فاسوي كوبي، اجي على البراوزر، هنا اكتب slash product هذا الشكل. لاحظ جاب لي البيانات، لاحظ شفت جاب لي البيانات، كل البيانات. منين جابهن؟ جابهن من ال db.json. لاحظ شنو هنا؟ local host 5000. ليش 5000؟ لان هنا بالسكريبت مالتنا قلنا خلي ال db.json تشتغل على البورت 5000. واحنا شو نريد من ال 5000؟ نريد البرودكت اري، نقول سلاش برودكت. لاحظ جاب لنا كل البرودكت. راح اسوي كوبي لهذا اليو ار ال، وبداخل الابلكيشن مالتنا راح ارسل اتش تي تي بي ريكويست الى هذا الان بوينت، وراح اخذ البيانات من السيرفر. جدا مهم، لازم السيرفر تشتغل بهذا الشكل، لازم يكون شغال. يعني حاليا احنا عندنا اثنين تيرمينال، تيرمينال للفرونت اند
يعني npm start و terminal للباك اند npm run json server. نرجع فأسد ال db.json أيضا وأجي على ال source pages ال home page. بداخل ال home page نحتاج ال products، وحاليا ناخذ ال products منين؟ من ال array، وأنا بعد ما أريد أخذها، فش أسوي؟ راح أمسح هذا، أريد أخذ ال products من ال back end. أكتب أول شيء comment fetch products، وأكتب هنا function fetch products، وأكتبها بtry و catch. الcatch أكتب بها إذا كان error أقول console.log error، وبالtry راح نكتب ال request مالتنا. بالجافا سكريبت عندنا function اسمها fetch. بداخل الفيتش لازم نعطي شنو ال endpoint مالتنا. شنو ال endpoint مالتنا؟ هذا localhost 5000 slash products. أجي هنا وأعطيها كstring http localhost 5000 products. هذا شي راح يسوي؟ راح يرجع لي ال response، يعني راح يرجع لي هذا ال json file. وطبعا لازم هذا ال function يكون async، فأكتب ال async، وهذا الفيتش يرجع لنا promise فلازم يكون await، ويرجع لنا response أقول const response يساوي هذا. ومثل ما قلت هذا response حاليا JSON file، لازم نحول response إلى JavaScript object، وبسيطة جدا أقول const data يساوي response.json بهذا الشكل. وطبعا لازم هذا اسوي لها await لان ايضا هذا يرجع promise. وراح اسوي console log للداتا على مود نشوفها. كيف اني راح افعل هذا الفانكشن؟ عندنا بالرياكت use effect hook use effect، جاب لي use effect من الرياكت. ال HTTP request مالتنا نكتبها بال use effect. ال use effect تاخذ اثنين يعني parameter، اول شيء anonymous function بهذا الشكل، والثاني ال dependency array. طبعا راح نتكلم بها ال dependency array. واكتب هذا ال fetch products، اسوي run لهذا ال function بداخل ال use effect. هذا الـ use effect من التطبيق مالتي او الـ home page يصير load إلها، هذا الـ use effect راح تشتغل. نرجع ونشوف. طبعا هسه حاليا عادي ما افتح الـ console، حاليا عندنا error لان الـ products ما موجود. عادي خلي اجي هنا اكتب use state، خلي بها array const product set product يساوي، لازم تروح المشكلة. خلينا نرجع. نعم لاحظ جاب لي ال product، كل البيانات عندي هنا بالكونسول. وكيف راح احصل على البيانات بداخل ال product؟ بسيطة جدا، اخذ الكونسول ما اريدها واكتب set product شنو بdata بهذا الشكل. نرجع للبراوزر، اسوي ريلود، اسد الكونسول. لاحظ هنا عدي البيانات، هذا البيانات بعد ما يجي من الاري يجي من السيرفر، يجي من السيرفر. طبعا اذا اني ما اعطي الديبندنسي اري هنا راح دائما كل ثانية راح تصير يعني run again and again، واني ما اريد هذا الشيء، فلازم اخلي ال dependency array هنا فارغة على مود يرسل ال request مرة واحدة. من اسوي reload راح يرسل request مرة واحدة ويجيب لي البيانات. واذا كان مشكلة يعني ما يجيب لي البيانات، هذا ال catch راح يصير بي run وينطيني ال error بداخل الكونسول. فبعد شنو عندنا؟ لازم نجي على ال single product هنا وآخذ البيانات مو من الاري من السيرفر. ف
افتح ال single product واجي على single product. طبعا انا دا اخذ ال product من ال products array، هذا ما اريدها راح اشيلها، هذا ال array ما اريدها، واجي هنا طبعا اريد ال use effect، وايضا ال هذا ال function بداخل منه ال single product. اسوي copy عادي، لازم اغير بها شوية اشياء، اسوي copy في single product component وهنا اسوي paste. طبعا لازم اجيب ال اقول import from react. شنو اللي اريده من الرياكت؟ اريد ال use effect وال use state. طبعا هنا ما عندي array، راح تكون اول مرة null، وما راح تكون products، راح تكون product. وهنا اقول set product، وهنا اقول get product by id بهذا الشكل، get product by id. ومنين ياخذ ال id؟ هذا ال id عنده من ال use params، هذا راح اسويها backtick بهذا الشكل، وهنا اخلي slash واكتب ال id على مود يجيب لي single product. مثلا اجي على البراوزر هنا، لاحظ هذا البرودكت ال id مالته واحد، من اسوي slash واحد واضغط، لاحظ جاب لي البرودكت مع id واحد. اذا اريد برودكت مع id اثنين، لاحظ جاب لي البرودكت مع id اثنين بنفس الحالة هنا كتبتها. واجي هنا باليوز افكت اقول شنو؟ get product by id. هذا الشكل. طبعا ال id ما راح اكتبها هيجي، ال id لازم ياخذها منا، اقول product id بهذا الشكل نعطيها، وهنا اكتب product id يعني ياخذها من البارامز، وهذا ال id هنا نعطيها كبارامتر لمن لقيت product by id. وهنا لازم نعطي هذا ال id كdependency لهذا ال use effect id. ليش؟ لان ال id مو ثابت، يعني مرة تكون واحد، مرة تكون اثنين، مرة تكون ثلاثة. خلي انا اسوي cut ال use params بهذا الشكل، واجيبها فوق ال use effect على مو تعرفون الفكرة اكثر. وهنا شوية فراغات، هذا يرسل request الى السيرفر ويجيب لنا البرودكت اللي اعطيناه البرودكت اي دي، والبرودكت اي دي اخذناها من اليوز بارامز، وهنا اعطيناه كبارامتر، وانطينا الاي دي لليوز افكت كديبندنسي، لان الاي دي ما راح تكون ثابت، مره تكون واحد اثنين ثلاثه او اكثر. خلينا نرجع ونشوف، اسوي ريلود ومشكله، اضغط عليها لاحظ ما جاب لي، ليش؟ انطاني ايرور. نرجع للبراوزر ونشوف، لان البرودكت هذا البرودكت باول مره يكون نال، ما يعرف هذا البرودكت دوت ايمج. كيف راح نسويها؟ هنا لازم نقول برودكت اند اند بهذا الشكل، يعني اذا البرودكت كان موجود اخذ لي البرودكت دوت ايمج، وللكل طبعا لكل لازم اسويها بهذا الشكل، اسوي كوبي واجي اسويها. سويت الكل طبعا، نرجع لاحظ تشتغل، ماكو ايرور بعد، لاحظ ماكو ايرور بعد وتشتغل. مثل ما قلت، لان اول ستيت تكون نال، ما راح يعرف البرودكت دوت ايمج، لان هي نال ما عندها ايمج. بس اكو بعد شغلة نقدر بدلا من نكتبها بهذا الشكل، نقدر نكتبها بهذا الشكل، امسح هذا واخلي علامة السؤال، هذا الشكل product علامة السؤال يساوي هذا الشكل، يعني ماكو فرق، واني راح اسويها هذا الشكل، بس اريد تعرفون الفكرة. امسح واسويها بهذه الحالة بهذا الشكل كتبنا، يعني احلى. نرجع ونشوف، لاحظ تشتغل ال single product مالتنا وما بي مشكلة، يعني ال single product تناخذها من السيرفر وليس من الاري. وايضا بالصفحة الرئيسية البيانات للسلايدر دناخذها منين؟ من السيرفر بهذا الشكل.
فشكرا جزيلا، أشوفكم بالدرس القادم، مع السلامة.